اوه شايفين الماتور بتاعها عامل ازاي؟ اوه مان هطلع عليه بالبازوكا؟ يا جماعه في شيتر راكب جنبي، احنا بقى ممكن نعمل حركه جامده بقى نطرده من هنا. ده طلع شيتر رسمي يا جماعه. ايوه ايه الاخبار يا شباب؟ معاكم محمد جمال من قناه العميد، وحلقه دي النهارده في جي تي اي 5 في سلسله تعديل العربيات. النهارده يا جماعه هنبدا نعدل فيات 500. طبعا كتير منكم كان طلبها لما شفناها والكلام ده كله، وقلت لكم هعدلها، ولكن دخلنا بقى في موضوع الشاص وما اعرفش كان قبلها موضوع ايه. في حلقه النهارده ان شاء الله هنبدا نعدلها، ولكن قبلها عايزين نبدا نخلص كده شويه مهمات صغيره، وبعد كده ندخل في صلب الموضوع على طول. طبعا العربيه الفيات دي يا جماعه انا متحمس جدا ان انا اعدلها بصراحه، لان هي بسيطه كده ولذيذه. كنت عايز انزل محاكي الميكانيكي وابدا افكك العربيه دي كلها على بعضها كده، ونبدا نشوف جواها ايه. عموما في اخر الفيديو ان شاء الله، لو الفيديو ده نزل، وهو احتمال ان شاء الله ينزل بعد بكره، لان بكره هيكون في ذا لونج درايف، فهو هينزل بعد بكره ان شاء الله، وفيه هنجيب العربيه دي ونفصصها 100 حته، نبدا نجمعها من تاني. متحمس جدا لموضوع تفكيك وتركيب الفيات ده، وحبيت اشكركم على الدعم الرهيب اللي جه الحلقات اللي فاتت والحلقات دي. ويا جماعه لازم افكركم، لو انت دلوقتي بتتفرج وما حطيتش لايك، اتمنى منك تحط لايك. يعني انت بس لما تحط لايك كده اليوتيوب بيقول محمد مثلا او احمد او علي ضغط لايك، يقول لك ده ضغط لايك، اذا خلينا ننشر الفيديو لعيونه. ما تنسوش اللايك يا جماعه، ولو انت بتتفرج عليا ولسه ما شاركتش في القناه اتمنى انك تشترك في القناه. عايزين نوصل يا جماعه 150,000 في اقرب فتره ممكنه. انا بصراحه اللي شد انتباهي علامه الخزنه دي، اتمنى ما تكونش المشي اللي كل ما نيجي نصور نعملها كلمه السر بتاعت الخزنه موجوده في مكان وبعد كده تدخل تعملها والكلام ده كله، لان صراحه زهقت من المهمه دي. كل ما اجي ادخل الاقي المهمه دي في وشي. ايه مفيش مهمات في الدنيا دي كلها؟ صدقوا ده مهمات نعيم يا جماعه، احنا ناسيين نعيم يا ابن اللذينة. طب ايه رايكم نعدل العربيه وبعد كده نروح نعمل مهمات نعيم؟ اقول لك على حاجه، هنشوف الاقرب ايه، العربيه ولا نعيم. لو لقينا العربيه اقرب هنعدلها وبعد كده نطلع مهمات نعيم، ما لقيناهاش هنخلص نعيم بعد كده نعدل العربيه. مش ده مصنع الفراخ؟ مصنع الفراخ يا جماعه. يا نهار ده ايه ده، هو انا هكر البتاعه دي؟ يا نهار جمدان. استنوا يا جماعه بعشان اول ميشن، لسه داخلين لعبه جي تي اي 5. اول ما تيجي تلعب اول ميشن من ميشنات ليستر بيكون قدامك ثلاث مراحل هناك لازم تعديهم كلهم. انت تعرف ان انا كنت بدخل اساعد ناس كتير، فكان ممكن مثلا ياخد له فيها ساعه وهو قاعد. يا ابني انا وصلت من زمان يا ابني. بص بقى هنا بقى عشان عمليه سريه فلازم بقى ايه، سلاح سري. بيو بيو، شوف عشان محدش يحس. فضحتونا يا جدعان بالرشاشات بتاعتكم دي. يلا يلا اركن يلا. لا انت بقى عايز ايه يا اسطى؟ والله نفسي اجرب الحراري ده عليك. يا سلام. طبعا الشوتجن ده انصحك تشتريه لانه هو قوي جدا، عنيف. لو دخلت قدامك 50 واحد هتموتهم. طبعا زي ما انتم شايفين هنا، طبعا عشان هم اجانب ما عندهمش فكره ذبح الفراخ. شوف الفرخه سليمه ازاي، بتدخل زي ما هي سليمه. طبعا الفراخ ميته، ما اعرفش بيعملوا فيها ايه، بيخنقوها ولا ايه. تفضل تعدي وتدخل على طول في ميه بتغلي، بعد كده تدخل هنا فتطلع متنفضه وسبحان الله ما لهاش رقبه، مش فاهم ازاي يعني. فلو فعلا الموضوع ده حقيقي يا رب بس ما تكون الفراخ اللي بتيجي من بره مصر يتعمل لها نفس المعامله كده. يا نهار ابيض على كميه الناس اللي هنا. ايوه ده في باسورد تاني. يا نهار ابيض على كميه الباسوردات اللي هنا، مش طبيعيه. هو عارف ازاي كلمه السر؟ ها عرفها ازاي؟ نام يا انت هو يا نام يا. يا نهار ازرق على اللمه يا جدعان. شو 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 مستخبين فين ولاد اللذينه؟ متهيألي كده خلصوا. اخ يا ابن اللذينه قتلني. شوف قتلني فين؟ والله العظيم لا ادخل انسفكوا دلوقتي بالبوازين. تعالى بقى يا اسطى موتنا. ها فين التاني ده؟ ده انا هنسفه. هي كده كده خربانه. تعالى فين صاحبك التاني؟ يلا فرع فيهم. مفيش انبوبه غاز هنا نفرعها فيك ونخلص. انا كده اتوقع اموري طيبه و100 100. يلا دلوقتي بقى نرجع بقى الى مرجوعنا، بس يا رب بس ما حد يقتلني وياخد مني الشنطه. عادي مثلا لو انت لقيتها واحد شايل شنطه وماشي في الشارع راح يوصلها اقتله، وقول لي استعمل باب تاني. يا جدعان اللي انت الادب، انتوا بتعملوها ليه كده يا جدعان؟ طبعا البضاعه دي ما ينفعش تبوظ، عارفين لو بتبوظ كنت بوظتها كلها. تعالى يا ما كنتش هخلي اي حد يسرق كارجو تاني. طبعا انت بقى لو جديد بقى مضطر ان انت تسرق الكلام ده كله عشان انت محتاج فلوس بقى، فاهم؟ تعالى يلا انت هو يلا. بس والله العظيم انا بشفق على الناس الجديده ما بيكونش معاهم اسلحه. كده اتوقع امورنا تمام، وكده المفروض كله مات. المفروض دي اللوحه متهيألي. ايوه هي اللوحه. تاني لا اله الا الله، يا رب بس ما يضربوا عليا نار. ايوه تسلموا يا رجاله، والله العظيم يشكروا ده مستنيني اصلا. يا جدعان ده كله مصنع ايه؟ عربيتي قصاد اهي، ينفع نط من هنا؟ طيب عدلها من الناحيه التانيه اسرع. ايوه يا سلام عليك، تشغل دماغك هترتاح. اوف على النازله دي، الحمد لله تحت كشك. افتكرت اصلا لو وقع بيقع على وشه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا 10 كيلو، يا نهار ابيض. دوس يا مدير. صحيح دي عربيه فرانكلين يا جماعه، يا معدلها من زمان.
مليان قوي وعربية رهيبة الصراحة. يعني عايز اقول لك انا وصلت لمرحلة ان انا جبت كل العربيات اللي في الشارع عدلتها، انت متخيل؟ بس بصراحة الموضوع خطير وبيبقى اجمل بكتير بقى لما انا اعدي العربية قدامكم وانتوا تتفرجوا عليها كده، وكل واحد بقى يحط فكرة في دماغه. احنا ماشيين دلوقتي جنب البحر، اسمع صوت الهواء، روعة. اللي عدى ده في ايه في ايه في ايه في ايه بيو؟ ايه بقى الرجالة دي؟ استنوا بقى ثواني يا رجالة، انتوا عندكم ايه هنا؟ اوف ده قفل العربية ابن اللذين. ايه اللي جايين دول؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ ليه دول جم عليا؟ وليه الشرطة جاية عليا؟ ليه كله بيدب فيا يا جدعان؟ انا اسف. عارفين انا اكبر غلطة ارتكبتها في حياتي دلوقتي، قولوا لي ايه هي؟ ما اقدرش اركب دلوقتي خلاص. العربيه دي اصلا كان معمول عليها علامه بنك، يعني ان انا اقدر اسرقها والكلام ده كله. حلو الكلام. فالمفروض بقى لما انا رحت لها كان خلاص بقى الميشن اتلغت. ليه؟ بسبب ان في ناس هجمت عليا اللي هم عايزين ياخدوا مني البضاعه، فالبوليس جه عليا عشان انا قتلت الناس اللي راكبه في العربيه بتاعت الفلوس، بالاضافه كمان العصابه دي. فالدنيا باظت معايا، تلاقي كلهم اتحدوا ضدي. اول مره اشوف عصابه مع شرطه يتحدوا ضدي. اهم حاجه بس خلينا نضيع البوليس عشان بس نقدر نروح المقر بتاعنا. ايه الحمد لله. يا نهار ابيض، شايفين اصلا كان شايفني في الرادار بس ما اخدش باله. اوف ايه ده، هو ليه بعيد كده؟ انا توقعت ان هو في المقر بتاع اللي تحت بتاع نعيم ده، ما طلعش بتاع نعيم، لا يكون طلع النايت كلوب بتاعي. ودلوقتي حانت اللحظه ان احنا نشتري العربيه الفيات. احنا كده كده بين نعيم وبين العربيه بتاعتنا، فقلت لا خلينا اشتري العربيه الفيات وعدلها بعد كده نروح نخلص بيها الميشن. طبعا العربيه الفيات هتبقى تقريبا 2 راكب بس، هي دي الفيات 500 بس ما اعرفش ليه هنا مكتوب عليها فيات 300. في الوصف بتاعها بيقول لك ان المصممين بتوع العربيه دي عرفوا ان في حاجه ناقصاهم، عايزين حاجه كده حيويه، حاجه كده يبقى فاخر من الاخر، فاهم انت الموضوع ازاي؟ فقرروا ان هم يصمموا العربيه دي، فلذلك جالكم العم ميدو وهيشتري العربيه دي ويروق عليها احلى ترويق ويرفع راسكم لفوق. اسمها جروتي. يا هربت ليه اسمها في اللعبه جروتي؟ انا متاكد ان هي فيها 500 ما اعرفش ليه، بس والله العربيه دي خرافيه. نفسي افهم هو في تحديث نزل للعبه دي من فتره خلى كل العربيات سريعه. بقول لكم ايه رايكم الحلقه الجايه نعدل الهامر، بس مش الهامر دي، لا الهامر اللي منتشره في السعوديه حاليا اللي هي مش الجيشي، لا في هامر كده تانية تلاقي شكلها شيك كده وفخم، فاهم انت ازاي؟ دي ممكن اعدل الحلقه الجايه، عرفوني في التعليقات. ولا ممكن مثلا ندخل نعدل العربيه من العربيات الارينا. العربيه جت دلوقتي، نروح هذه السياره ونبدا نتصل على عمك الميكانيكي نقول له يا اسطى هي العربية دي ما بتروحش ليه؟ ايوه كده روحي. نقول له يا اسطى بعد اذنك هات لي الجروتي 300. طبعا انا عرفتها خلاص العربية دي 300، يبقى هي العربية اللي احنا عايزينها. ايه يا عم هي بتيجي بالسلوم ما تخلص. بقول له انا ما اقدرش اجيبها لك، الميكانيكي ده لازم اطرده من عندي، هتصل بيه كمان مرة لو ما جابش العربية انا هطرده. ده انت رخم يا جدع. بقول لي مش هجيب العربية هنا، مش هيعرف. خلينا نغير المكان، يمكن عامل مشاكل مع الناس اللي هنا فبالتالي مش عارف يجيبها. بعد اسبوع 28 يوم. واخيرا يا جدع بعد طول الانتظار جاب العربية. طلع يا جماعة في مشكلة في السيشن فغيرته والحمد لله الدنيا ظبطت، بس برضه مستغرب دايما مفيش ناس عندي في الطريق. في واحد اهو. يا مساء الحال يا رب، بس شايفين الطريق فاضي ازاي؟ يا شايفين العربيه عامله ازاي يا جدعان؟ يا لا بعد ضحك يا جدعان. شايف دخليتها؟ يا نهار ابيض ده ايه دي يا جدعان؟ تقريبا دي اوه مان، لا ايه الجمدان ده؟ عايزين نشوفها كده، نفتح الابواب بتاعتها ونشوف شكلها عامل ازاي. يلا جاهزين 3 2 1. يا نهار ابيض على الضحك، ده ايه العربيه دي؟ شايفين الماتور بتاعها عامل ازاي؟ بس ده ماتور كبير برضه مش صغير، انا كنت مفكره ماتور صغير، ماتور توك توك بمعنى صح، لا طلع ماتور كبير. انتوا تعرفوا اصلا الماتور ده هو تبريد منه فيه، بس شكلها جامد صراحه. احنا دلوقتي ندخلها للال اس بتاعنا المشهور حبيبنا حبيب الملايين ونبدا نعدلها ونشوف ايه التعديل اللي هيطلع لنا. وكالعاده هنخلي الاربور اعلى حاجه، بعد كده على طول ايه ده يا جماعه؟ ده في بادي على طول، بس انا مش شايف اي حاجه بتحصل، اسمه بادي وورك. بيشيل يا جماعه الخطوط دي، شفت الخطوط دي؟ بص بيشيلها. لا 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 سيبها زي ما هي، سيبها زي ما هي. هندخل على الفرملات، خليها فرملات سباق، ندخل بعد كده على الاماميه، خلينا بقى نشوف اوف ايه ده؟ استنوا استنوا استنوا، يا نهار ابيض شايفين يا جماعه الاشكال اللي فيها؟ انا صراحه عجبني الشكل ده. لا لا ده ايه شكلها غريب كده، بصوا شايفين الشكل ده؟ شكلها وحش كده الصراحه. الشكل ده برده لسه وحشه، حاسس ان هي بقت احسن وكده بقت احلى بزياده. ايه رايكم في كده؟ ولا اقول لك نسيبها على الوضع بتاعها الاساسي، ودي برده جامده خلي بالك. يعني الوضع الاساسي بتاعها ده، يعني بس كل اللي عملناه شيلنا الخط وحطينا دول. والله صراحه يعني خلينا نختار الشكل ده وخلاص، يعني اصل الموضوع محير شويه. خلاص خلينا نختار الشكل ده، كده كده اصلا لونها لما يتغير هتظبط الدنيا. بالنسبه للي ورا نفس الكلام برده، هنسيبها من غير اكسدامات. ندخل بعد كده على الانج،
طبعا. اوف جماعه بصوا ده الماتور بتاعها العادي وده ماتور تاني 6 سلندر. يا نهار ابيض العبيد هتفجر الدنيا. بالنسبه للشكمان بتاعها احنا حاطين ماتور 6 سلندر لازم نحط لها شكمان كده جامد. صراحه انا شايف ده اجمد واحد فيهم خاصه ان هو طويل كده وشكله حلو. ولا اقول لك خلينا نحط لها شكمانين احسن هيبقوا جامدين مع ان شكمانتها كده صغيره المفروض يبقى في شكمانات كبيره والكلام ده كله. بالنسبه للارفف بتاعتها انا هدي لها اللون الاسود. قول لي ليه؟ لان البلاستيك الاسود ده هنقدر نغير لونه براحتنا. بص على الغطا بتاع الماتور ده كده طبيعي برضه كده طبيعي جدا ان انت حاطط لها شنطه صغيره تحط فيها الحاجات بتاعتك. اللي مش طبيعي بقى الفتحه دي واللي مش طبيعي اكتر ده ايه ده يا عم؟ لا 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 العربيه كده شكلها غريب. انا صراحه شايف كده ان شكلها روش. ايه رايكم فيها؟ بس هتمشي ماتورها مفتوح يا جدع شكلها مش لطيف يعني كده. حاسس برضه ان هي شكلها لطيف وهتبقى لايقه ان هي تبقى ايه عربيه سباق. فخلينا نعملها على الشكل ده. بالنسبه للكلاكس بتاعها هدي لك الكلاكس ده. شفتوا الكلاكس ده خطير. خلاص يا عم لا قاعد يسخن كل شويه ده زهقتنا. بالنسبه للاضواء بتاعتها كالعاده هندي لها الضوء التلجي بتاعها ده الضوء اللي انا بحبه. بالاضافه كمان ان انا هحط لها الاربع اضواء السفليه كلهم بالكامل ولكن لونهم بعدين نبقى نختاره. ندخل بعد كده على الليفرات نبدا نشوف ايه اللي موجود عندها. يعني صراحه انا مش شايف الليفرات هنا برضو كويسه اي كلام برضو. كلها خطين بيض خطين سود الكلام ده كله. فانا من رايي مش هحط لها الليفرات دلوقتي. نبدا ندخل على اللوحه وكالعاده هنحط لها ميدو واللون الاسود. ندخل بعد كده على الريسبلي بتاعها. في اي حاجه ثانيه قبلها؟ ده لسه بدري. خلينا اوف ما فيش سقف. استنى يا اسطى انت بتتكلم بجد؟ طب ماشي احنا قلنا فتحه سقف قشطه لكن ما فيش سقف نهائي. ده ضحك السنين ده. يا لهوي واقدر احط لها شبكه وكمان شنط؟ لا احنا كده حولناها لعربيه عائليه. والله صراحه هو الشكل ده يا جماعه مش هيبقى لطيف لو احنا سيبنا الفتحه دي كلها متشاله. يعني هو تقريبا المفروض لو ثبت ايدي على الاتش المفروض يقفل السقف. بس فين السقف؟ مش موجود. ممكن ندي لها ستايل احسن بكتير. نحط لها فتحه السقف دي هتبقى رهيبه. شوف العربيه اصلا هي لازقه في الارض. شوف لزقت اكتر في الارض. وطبعا كل ما تلزق في الارض اكتر كل ما تبقى اسرع. الغيارات طبعا هندي لها اعلى غيارات فيها عشان تقدر تنقل بسرعه. التربو طبعا هنحط لها تربو. واخيرا الكاوتشات. كاوتشاتها بقى انا بقى بفكر ان انا احط لها كاوتشات من النوع ده. صراحه الكاوتشات دي جامده عليها فانا هركبها لها. ندخل بعد كده على لون الكاوتش هنسيبه برضو للاخر ونبدا نعمله ان هو ضد الانفجارات. واخيرا دخانه سودا. والنوافذ طبعا كلها سودا كالعاده. بالنسبه للون بتاعها انا صراحه متحير ادي لها الوان بتلمع ولا ادي لها لون كاتم زي ده. يعني شفتوا مثلا الاسود الابيض الازرق كلهم كاتمين كده. طيب الوان بتلمع ازاي؟ زي كده. شفت الاسود ده؟ اوه لا 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 ده رهيب عليها. انا اختار لها ده خلاص السيلفر. لا السيلفر يا جماعه طلع جامد ده. ايه ده؟ وكذلك برضو الجزء العلوي. ممكن كمان ما اختارش الجزء العلوي سيلفر. ممكن اختار لون تاني مثلا وليكن لون اسود. اللون الاسود برضه هيبقى جامد. اوف على الشكل يا جدعان. لا لا العربيه بقى شكلها جامد بالصدفه. بالنسبه لللايت اللي تحت انا صراحه هسيبه زي ما هو ولكن خليه برضه نبص كده بصه في السريع يمكن نلاقي لون كده مناسب للسيلفر. اتوقع السيلفر هو اللون الابيض بس كده. ولا اقول لك اللون الازرق؟ لا لا اللون الازرق هيبقى عليها رايق. كده العربيه اتعدلت تعديلها بسيط وخفيف جدا. جه دلوقتي بقى تجربه السرعه بتاعتها والتسارع والدنيا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض ده اصغر عربيه شفتها في حياتي يا جماعه. نشوف الداخليه مفيش اي حاجه اتغيرت قوي يعني في الداخليه. وبصراحه برضو مش حاسس سريعه بس يا جماعه العربيه بقت جامده بطريقه رهيبه. شكلها كده روش والكاوتشات بتاعتها خطيره بس سرعتها برضو مش عاليه. يعني العربيه دي زي ما بيقولوا كده تاخدها كتحفه فنيه او كديكور بس مش اكتر. خلينا كده نشوف تحويدتها هنا. يليوي والله حسيتها تتقلب بيا نار كده. كشافات عارف بتفكرك بتقاول عربيات دي تزرعها تطلع لك عربيات كبيره. غير كده ما ينفعش. ايه يا اسطى اللي مزنع عليا ده؟ ايه يا زميلي انت مش سامع ولا ايه؟ يا ليله الليل على العربيه دي. الاول اللي عجبني الماتور بتاعها 6 سلندر. يعني قلت دي هتنفخ البتاع ولا ممكن يكون 3 سلندر معدل. خليه كده انزل ابص اصل انا مش شايف صراحه كويس. ممكن مثلا نجيب مثلا منظار البندقيه الحراري ده ونكبر كده بعايزنك ارجع شويه عايز اشوف دي 6 سلندر ولا 3 سلندر. والله يا جماعه شكلها 6 سلندر مش 3 سلندر. لان بصوا في هنا فتح التهويه نفس اللي بره دي اللي هو القرطاس ده جوه اهو. لا يبقى العربيه دي 6 سلندر بس برضه مش سريعه. العربيه دي لا تعتمد عليها في ان هي مثلا تنجزك في حاجات كتير لان هي برضه مش خفيفه ورشيقه. الله اكبر. ينفع ادخلهم بالعربيه بتاعتي؟ اه يابا ده سفروت عربيه صغيره جدا مش باينه من الارض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه يا شباب؟ يا نهار ابيض ايه يا جدعان الافراح اللي انتوا عاملينها حواليكوا دي. عموما خلينا ندخل بيها ميشن كده نشوف قدرتها على عمل الميشن ايه. ربنا يستر. يا جماعه الواد ده شكله اهبل. نعيم بيقول له تعالى يا اسطى والتاني بيقول لك لا. اوف طلع له بازوكا. الناس دول بيقولوا ايه الانفجار اللي حصل جوه ده؟ فالتاني بيقولوا بس سوق بس وخلاص. اوف خطفوه يا جدعان. العصابه خطفته. قال له هو لحق عمر. استنى يا اسطى انت هتضرب عليه بالبازوكه؟
هطلع عليه بالبازوكا. يا ابن اللذينة ضرب على العربية بالبازوكا. اوف ده في مقاومات هنا. يلا يلا انتوا لابسين ابيض انا من فين؟ يلا الشرطة دي ولا ايه يا جدعان؟ انا عارف ان الشرطة هي اللي بتلبس ابيض بس. تعال يلا انت هو يلا. بقول لكم ايه يا جدعان؟ احنا لسه هنهزر مع بعض. الراجل مسك بازوكا وضرب عليكم، فعلا نضرب عليكم برضه بنفس البازوكا عادي يعني ايزي يا عزيز. تعال يلا انت هو. نامية. اوه خش على الوحش اللي جاي من بعيد و 3 2 1 بوم. شوف شوف خافوا ازاي نزلوا بعيد مني لما شافوا الصاروخ. يا سلام على الرشاش بتاعي، والله يا جماعة الرشاش بتاعي ده رايق. شوف 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 بيفضل مثبت ايدك على طول على الضرب. يا سلام يا جدعان. نامية. نامية. يا هبط في طياره يا جدعان. ايه ما عليك يا رجاله انا اصلا نشال. على نفسك يلا الطيار مات. بص 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 شويه بتنفجر وبوم يا مدير. تعالى يا اسطى انتوا جايين من فين يا جدعان؟ والله يا جدعان تحسهم لابسين لبس الشرطه المصريه، ما تفهمش ليه الشرطه المصريه بتلبس ابيض، الشتاء بتلبس اسود، في الصيف ابيض وفي الشتاء اسود. يا جدعان ما تخافوا. لا 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 شوف بقى الدنيا صوت. انا اتخرمت يا جدعان، فجرها بقى المرض عشان ما فيش هزار هنا، احنا ممكن نموت دلوقتي. يلا انت وهو. يلا انا عارف بيجوا من فين يا حاجه، خليني ادخل جوه احسن بدل ما اتخرم واموت. يا نهار ابيض دي كلها ناس يا جدعان. انت مش كفايه خطفت الراجل؟ مش كفايه خطفت الراجل؟ حرام عليكم. على فكره بدافع عنه، ده المقر بتاعي. فجر فجر بتاع دي بتنفجر، يا رب تكون بتنفجر يا رب. الله بس ما قتلتش حد. نعيم طبعا طالع بره قاعد يقتل فيهم. كفو يا نعيم، عاش يا نعيم، اديلهم يا نعيم. بقول لكم ايه، في اتنين عند العربيه دي. يلا مع السلامه انتوا الاتنين. سيب لي يا اسطى نعيم ده يا اسطى، هفجره لك ولا تزعل نفسك. اوه عاش قتل نعيم. اخ اخ اموت. بيتهيألي معايا اكل. بقول لك ايه، انا كان معايا سلاح هنا تقيل بقى. ايوه خش بقى عليهم بال200. شوف بقى المسدس ال200 بيعمل ايه. علق يا باشا السلاح كده وتفضل تضرب فيهم. اوف دم طار تاني. بقول لكم يا جدعان انتوا هتفضلوا بقى عدل هنا انتوا الكل. يلا مع السلامه بقى. اه العيال دي بتفلت ليه؟ ثواني يا جدعان انا مش عايز العيال دي تفلت، معلش. تعالى انت هو. يلا خد يلا الصاروخ ده، هديه مني ليك وسلم لي على الجيران بس كده. جود داكس. يا نهار ابيض والله زعلت والله، ده ما استعملتش السلاح الجديد ده، بس عادي ايزي استعملناه كده. صراحه ميشن كان ممتعه، انا عجبني بصراحه اسلوب التبادل اطلاق النار والكلام ده كله. خلينا نرجع لهذه السياره الصغيره. يا عم بقى زهقتونا بقى يا عم، اتحرك انت واقع يا عم الحاج، واقفين في وشي كل واقف في وشي، مش عايزين نجرب العربيه بتاعتنا الجامده. يلا 360. يا سلام على 360، ايه رايكم في 360؟ والله العظيم المفروض تسوقها للعيال اللي عندهم 4 سنين 5 سنين يتعلموا على السواقه. صراحه شايف ان انت تصرف فلوسك على العربيه زي دي حرام والله العظيم صراحه. يعني هي الشكل يعني كويس، بس دي وانت بقى توقفها في الجراج بتاعك، والسرعه بتاعتها ما تعتمدش عليها. بس شايف طبعا التحويده. وي كنا نلبس الجي كلاس النهارده وكنا هنتنفخ. نشوف البوليس ده عايز ايه. ايه يا اسطى مالك يا اسطى، فيك ايه يا اسطى؟ يلا يا اسطى من هنا يا اسطى، شوف انت رايح فين. يا لهوي. طب بقول لك ايه، ثواني 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 ثواني، امشي 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 بس امشي، ما تجيش ورايا ها، ما تجيش ورايا. يا لهوي على العربيه دي. اوه انفجرت. يا نهار ابيض والله صراحه يا شباب العربيه دي انا ما استمتعتش بها النهارده صراحه يعني، بس انا قلت اجيبها واعدلها عشان ما تبقاش في نفسي. ان شاء الله الحلقه الجايه قولوا لي ايه رايكم، نعدل العربيه حقيقيه ولا نعدل العربيه من عربيات اللعبه؟ لو هنعدل العربيه من عربيات اللعبه اكتبوها لي تحت في الوصف نوع العربيه اللي انتوا عايزينها. وبكده شكرا لكم لصوت الحلقه. لو عجبكم المقطع ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واتفرجوا على الفيديوهات اللي هتظهر لكم في اخر فيديو. اشوفكم على خير، سلام. هلو ايفري ون، ماي نيم از ميدو. اشترك في قناتي انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا نشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.